النقطة السابعة، حكيت على خروقات الخروقات القانونية الفادحة على بعثية متصلة بالانتخابات الرئاسية. هذه هذا الاحتمال نرجع لك ليه هذا. شوف يا سيدي، أنا هنا كرجل قانون كيشوف الترسانة القانونية والترتيبية على الانتخابات، قانون 2016، قانون معناتها المرسوم اللي عمله صحيح في عام 22، الأمر الترتيبي اللي خرجوا الهيئة وإذا غير ذلك، وكله هو عبارة على غربال منقب للخروقات القانونية. راهو شيء غريب، تقول هذو ناس أبجديات القانون خلاه في جيب، حتى الدستور اللي حطه ما هوش احترمته لأنه هو يعتبر نفسه فوق الدستور. وبالتالي ثم خروقات عديدة كان نعدد ذلك نجي ونعدلها كتبتها في نص، ولكن تو زادت. بالله بربي معقول يخرجوا في دعوة الناخبين ما يحكيش على الدورة الثانية؟ معقول يحكي على دعوة الناخبين ما يقولش وقت تبدأ الانتخابات نهار فلاني من وقتاش لوقتاش؟ يعني أمور حقيقة حبس يوجي حبس حبس حبس. ما هي نعطيك فرضية يا دكتور، فرضية شفت الخروقات القانونية هذيك قد تكون مقصود لعينه. اسمح لي، كان مشات لمولي صالحه يا محفر البلاد ومعبي، كان غالطة يرتكز لك على واحد يطعن فيها إدارين وربيلوت بالضبط يا حسين. وهذا هيك أنا كتبته في النص، قلت هو متعمد لأنه تلمو يعني خروقات فادحة إلى حد أنها لا تكون ولا متعمدة، يعني هي خط الرجعة. ما فرضت علي الانتخابات أنا تنوقفها، وهذا احتمال موجود واللي هو خارج الخط، حكم قضائي إداري كان ولا يحترم في القضاء. هو هي هو في مجلس النواب دكتور في عام 21 قال دماء سالت في المجلس، دماء لو يسمع كلمة دماء يقول وديان، يعني نجم يختلق أي عركة ما بين حتى أنصاره ويحبس حتى بالسسمه عام 78 لك الأمر بتاعه. لا يجب حالة الطوارئ يجب. يا لا هو شوف أنا يقول لك هو كلاش، هو نقول هو حالة إنكار وهروب إلى الأمام وخلق، ومعناتها حقيقة احنا ولينا في كف عفريت، راه الليل كله في كف عفريت. يعني هذاك علاش يقولوا ربي يستر، لأنه يعني يمكن معناتها نتفاجئوا بموقف وبطلعة ما تقدرش حساب، تقدرش حساب. هذاك علاش انا نقول راه اليوم عام 24 يلزم ما ينتهي الا بانقاذ البلاد. الشعب اليوم مش يمشي في هذه الانتخابات، يحرص عليها، يدافع عليه، يدافع على حقه في الصندوق. لكن اذا كان يحسن متلاعب بالصندوق راهو ما عنده حتى طريقة الا يطبق ما جاء في العهد الدولي لحقوق الانسان. ام ان الانسان عندما تتسكر عليه الواحد فان له الحق في المقاومة، في مقاومة الطغيان. نعم. وهذا ما نتمناش، وهو ذو كلفة وما نحبوش الشعب.